أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل يباح بيع الهر؟ لا، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الهر، ثمن السنور، نهى عن ثمن السنور وهو الهر، فلا يباع، لكن ينتفع به، ينتفع به ويقتنى بدون، مثل الكلب، مثل الكلب يقتنى للصيد وحراسة الغنم أو الماشية، ولا يباع. نهى عن ثمن الكلب وعن ثمن السنور. نعم.